بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بركاته. في هذا الشرح الجديد اليوم إن شاء الله سيكون شرح قصير جدا جدا. سنقدم لكم فيه حل مشكلة بسيطة، وهي تغير الساعة تلقائيا. يعني مثلا أنت الآن الساعة 12 زوالا، مثلا تجدها 10 ليلا أو شيء من هذا القبيل. يعني الساعة تتغير عندما تشغل الحاسوب عندك. يعني هذا الحل سنكون قد يعني انا وقعت لي يعني قبل ايام، وكثير من الناس ويعني واجهتهم هذه المشكله. مشكله بسيطه، نضغط هنا، نضغط على هذه الايقونه كما تلاحظ معي، تضغط عليها ثم تضغط هنا على هذا الزر موديفي لي بارامتر دو لا دات اي دو لور، يعني تعديل اعدادات التاريخ والساعه، ثم تقوم بالضغط على تومب هنا، تومب انترنت، ثم تقوم بالضغط على موديفي لي بارامتر او تعديل الاعدادات. هنا هذه الايقونه، من هنا تومب انترنت، ثم هذه الايقونه، ثم ستظهر لك هذه النافذه كما ستلاحظ معي، عفوا كما تلاحظون اخواني الكرام. هنا تظهر لك هذه النافذه على هذا الشكل، تقوم بازاله هذه التاشيره هنا، تقوم بازالتها على هذا الشكل، ازاله التاشيره، ثم اوكي و ابليكي، تضغط انت على ابليكي ثم اوكي. ابليكي ضروري، و يعني قم بتعديل الساعه الان، قم بتعديل الساعه وستجدها ان شاء الله يعني الطريقه فعاله. واضغط سبسكرايب قبل ان تجرب الطريقه، لان الطريقه فعاله ان شاء الله، يعني 100% ان شاء الله بطبيعه الحال باذن الله، وستنجح معك ومع الاصدقاء الاخرون الذي تواجههم هذه المشكله. يعني شكرا لك على تتبعك لهذه الحلقه، وهنيئا لنا بك يعني لانك زرت هذا الفيديو، وان انا اعتقد انك لا تخيبني، فاضغط على زر سبسكرايب او اشتراك او صابوني اسفل الفيديو بالاحمر يعني، وقم بالضغط على لايك ان عجبك الفيديو، وان استفدت اضغط لايك، وان لم يعجبك الفيديو اضغط ديسلايك او عدم الاعجاب. والى